مرحبا وأهلا فيكم. دائما الغموض وعدم توفر المعلومات يؤدي إلى ظهور الشائعات والتكهنات، وحقيقة فينا نقول أنه موقع الرئيس الأسد خلال الشهرين الماضيين يلفه الغموض. حكينا بتسجيل خاص عن انسحابه من المشهد، الأحداث الكبيرة اللي عم تصير خاصة في غزة وتداعيات هذا أو هذه الحرب، كان غائب تماما عن المشهد. أيضا تعمد على كسر هيبته بقصف خلال هذه يعني الأحداث وخلال الشهرين الماضيين، قصف المطارات في سوريا خاصة دمشق وحلب وأخراجهم عن الخدمة ومنعه من إعادة تشغيلهم، وهذا حكينا عنه في تسجيل خاص ما رح أرجع عيد المضمون. أيضا فينا نقول غياب تام، يعني مو بس بهالقضيتين، في غياب تام للأسد عن الشأن العام. كيف فينا نعرف أنه هو غائب؟ هلأ بيكفي تختاروا أي دولة سواء محيطة فينا أو يعني أي دولة بتخطر لكم. اليوم في عصر السوشيال ميديا في إلون كل الدول مؤسسة الرئاسة أو رئاسة الجمهورية أو رئاسة وزراء، إذا كان الدولة يعني المركز الثقل فيها في رئاسة وزراء مثل العراق على سبيل المثال، وراقبوا نشاطات رئيس الدولة شو بيعمل كل يوم، الأخبار عنه، وافتحوا صفحة رئاسة الجمهورية في سوريا وشوفوا نشاطات الرئيس الأسد، بتشوفوا في غياب تام وكأنه غير موجود. الأمر الآخر هو الحقيقة مر مرور الكرام لكن لازم نوقف عنده، هو حضور رئيس مجلس وزراء قمة المناخ الأخيرة اليوم، طبعا حتى وصل لطهران. عم نشوف في توسع في صلاحيات ورئيس مجلس وزراء وقيامه بأدوار ما نو من المعتاد بسوريا يقوم فيها، يعني في عهد الأسدين حافظ وبشار الأسد دائما كان رئيس مجلس وزراء ومنصب عبارة عن مدير تنفيذي وبالتحديدا بالشأن المحلي، لم يسبق حسب أنا يعني ذاكرتي خاصة في عهد بشار الأسد أنه رئيس مجلس وزراء قام بدور سيادي فيما يتعلق في سوريا، لأن السلطة التنفيذية كما باقي السلطات ولكن بالتحديد السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية، يعني حتى الوزراء يعتبروا هن وزراء الأسد وليس وزراء عرنوس بهذا المعنى. عادة لكن شو كان لازم يصير إذا بدي غيب الأسد؟ عادة كان ممكن يبعث وزير الخارجية، ما كان في غرابة، ولكن تمثيل سوريا من خلال رئيس مجلس الوزراء هذا الموضوع الحقيقة فيه نوع من التغيير. أيضا اليوم سفروا على رئاسة وفد لإجراء مباحثات في طهران. لازم ناخذ بعين الاعتبار القرار الأخير اللي حكينا عليه مطولا، وضع في يده التصرف بكل أموال المصادرة من من لم يكن مع نظام الأسد وصدر بحقه أحكام قضائية بين قوسين بالمصادرة بشخصه منفردا كرئيس مجلس وزراء، نقل الملكية ويعني الاستثمار والتأجير إلى آخره. هذا الموضوع أيضا من المؤشرات اللي لازم نوقف عندها. هلأ هذا الموضوع ما كان ممكن يصير بهذه الطريقة، توسع صلاحيات وبروز رئيس مجلس وزراء على حساب غياب رئيس الجمهورية إلا بدعم وموافقة من إيران. هذا لا يعني أنه والله صار في قيمة لمنصب رئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس وزراء حسين عرنوس، ولكن هو تحول هذه الدمية، نحن رئيس مجلس وزراء هو دمية، من يد رئيس الجمهورية إلى يد إيران القوة الصديقة الداعمة للرئيس بشار الأسد، أي إخراجه خارج هذه الحلقة. يعني كانت الحلقة هي إيران الرئيس الأسد رئيس مجلس وزراء، هلا صار في تواصل مباشر في معظم الشؤون من إيران إلى رئيس مجلس وزراء بينما الرئيس الأسد هو خارج هذه الحلقة تقريبا. من المؤشرات أيضا لازم نوقف عندها يتثير يعني علامات الاستفهام وتزيد المشهد غموض يلي بحاجة لتفسير، هو قيام سوريا بتعيين سفير. شفنا تم تعيين أيمن سوسان سفير سوريا في السعودية، وحتى تم الإعلان عن استئناف السفارة السورية نشاطها في السعودية. هل هذا الموضوع ليش غريب؟ لأن نحن شفنا حتى على لسان الأسد في آخر مقابلة تلفزيونية له مع سكاي نيوز عدم رضاه أو رفضه أنه يمضي في مسار التطبيع مع الدول العربية بحسب ما هو مرسوم، بحسب المسار يلي بنعرفه، يلي نهايته تنفيذ القرار 2254 وإيجاد حل سياسي بمعنى إنهاء حكم الأسد
كنظام منفرد في حكم سوريا. وأكثر من مرة سمعنا على التلفزيون مسؤولين ومحللين أنه تم اعتبار هذا المسار هو فخ إلى سوريا، وبالتالي ما في رغبة بالمضي فيه، فليش لحتى يعين سفير ويأخذ خطوة في هذا المسار التوريطة أو الفخ؟ هلا الحقيقة ما فينا ننظر لهالخطوة إلا ما نلحظ زيارة الرئيس الروسي إلى السعودية بالتزامن مع قرار تعيين السفير. ممكن لرئيس روسيا أنه يقايض على بعض المصالح في سوريا لحتى يحصل على مكاسب مسعودية في وضعه المأزوم. طبعا حتى الرئيس الروسي مأزوم في حربه في أوكرانيا مثل ما شفنا، ويبقي هذا المسار على قيد الحياة، لأن منعرف السعودية عندها مخطط، ولي العهد بالتحديد هو عنده مخطط صار واضح، هو تبريد الصراعات، هو فرض الاستقرار بشكل أو بآخر على المنطقة بأسرع وقت ممكن، لأن عنده خطة طموحة 2030، في عنده مناسبتين كبار، كأس العالم، فازوا بإكسبو 2030، فولي العهد السعودي ماشي بهذا الاتجاه بغض النظر عن رأينا أنه ممكن يفرض هو إرادته في الاستقرار ولا لا، أنه هل هذا يعني في مصلحة باقي الأطراف الفاعلة في العالم، كان الولايات المتحدة الأمريكية ولا غيرها، ولكن هو يسعى إلى ذلك، وممكن أن يعني يتفاهم مع بوتين على إجبار الأسد أن يبقى في هذا المسار ولا يتم قطعه أو إفشاله بشكل أو بآخر، لأن هذه الخطوة برأيي هي نوع من إبقاء هذا المسار على قيد الحياة بدون ما يكون عندنا أمل بأنه النظام يروح أبعد من ذلك. هذا الموضوع بنرجع منأكد عليه بأنه النظام لا يمكن أن يكون جزء من حل سياسي في سوريا، يعني هو لازم يروح بالقوة. والله هو يكون حل سياسي ويدخل في يعني هيئة حكم انتقالية وبعدين يودع، لا ما في هيك شيء أبدا، ولكن ممكن يقدم تنازل بناء على ضغط روسيا وبإرادة الرئيس الروسي. هلا ممكن الرئيس الروسي يفرض على الرئيس الأسد هذا الموضوع، وما هو موقف إيران؟ هلا على الأغلب إيران ممكن ما تكون معارضة هالموضوع، وأيضا هي تقايض أو يعني تستخدم هذه الورقة، ولكن لو فرضنا أنه إيران مانا مع هالخطوة، نعم الرئيس الروسي قادر أنه يفرض على الأسد وعلى إيران مثل هذه الخطوات، لأن ببساطة سحب الدعم من روسيا للرئيس الأسد يعني أيضا سقوطه. لا يمكن إيران في هذه الحالة أن تسنده لأسباب كثيرة الحقيقة، وأهمها اليوم هو وجود القاعدة الروسية في اللاذقية. الحقيقة هذا الموضوع يمكن ما حكيت فيه قبل هالمرة، ولكن الوضع في اللاذقية يلي يعتبر مهما كان الناس اليوم مستائين في اللاذقية، مهما كانوا يائسين من الأسد ومستقبل الأسد، ولكن بتضل اللاذقية وطرطوس تعتبر هي يعني الحاضنة للرئيس الأسد، هي تضم مؤيدي الأسد اليائسين اليوم من الأسد نفسه، ولكن هذا هو توصيفه. اللي صار خلال الحرب في سوريا خلال الأحداث الماضية أنه معظم الناقمين على الأسد، معظم الذين تأذوا من الأسد، معظم الذين دمر بيوتهم الأسد، تم تحشيدهم ووضعهم بجانب اللاذقية جغرافيا. يعني إذا بنطلع على الخريطة بنشوف نحن أدلب يلي اليوم فيها قرابة أكثر من 4 ملايين شخص، أكثر من نص من المهجرين والنازحين، سواء من يقطنون في إدلب ومناطق شمال غرب سوريا أو من سكان المخيمات يلي هي تعدادها بالعشرات وربما بالمئات. الحقيقة وضعهم بهذا الشكل في جوار أو على حدود محافظة اللاذقية وطرطوس، ووجود القاعدة الروسية هو السبب الوحيد لكي لا يحدث الصراع بين الطرفين، بمعنى أن القاعدة الروسية اليوم تحمي حاضنة النظام السوري في المحافظتين، وسحب هذه الحماية ممكن أن يؤدي إلى كارثة حقيقية. بالإضافة أنه اليوم طبعا هذا الموضوع أيضا شفناه صار بالتتابع، صار المنفذ الجوي الوحيد لسوريا هو من خلال مطار اللاذقية اللي هو تحت سيطرة روسيا أيضا، بالإضافة للأدوار اللي ما زالت تلعب روسيا في الجنوب. فإذا لا يمكن للرئيس الأسد أن يرفض الضغط أو يرفض إرادة بوتين أو يتمرد عليها في اتخاذ مثل هذه
الخطوة بتعيين سفير لسوريا في السعودية، وهذا يضعف موقع الأسد أيضا. هلا الموضوع الآخر اللي يثير علامات الاستفهام الحقيقة هو ظهور ماهر الأسد، بغض النظر أنه يعني تصوروا ظهور شقيق الرئيس شخصية في سوريا بياخد كل هالضجة، أخذ ضجة، حتى في كتير من وسائل الإعلام حتى يمكن وكالات أخذت الخبر أنه والله شو والله ظهر شقيق الرئيس. يعني تصوروا لحتى يعني تشوفوا قديش غريب الموضوع، أنه والله مثلا حدا شاف أخوه لترامب أو أخوه للرئيس الفرنسي أو بأي دولة، أنه شو هالشغلة. ولكن نحن تعودنا الحقيقة في سوريا يحكمنا أشباح، معظم الناس اللي بإيدهم القرار الفعلي في سوريا نحن نعرف حقيقتهم، حتى ظهوره ما كان ظهور طبيعي بمقطع واضح، مقطع مسرب وحالته الفنية سيئة للغاية، دقته منخفضة، ولكن الحقيقة لازم يكون في رسالة. يعني لا يمكن أن يكون مثل هذا التسريب بدون وجود أي رسالة. إذا بدنا نفهم شو الرسالة الموجودة من هذا التسريب، لازم نعرف طبيعة العلاقة بين ماهر الأسد وبشار الأسد. الحقيقة ماهر الأسد لا يمكن أن يظهر طالما بشار الأسد هو في موقعه كرئيس جمهورية ويمارس كل صلاحياته. يعني بشار الأسد القوي يستلزم غياب ماهر الأسد عن الصورة. طبعا هو له مهام يعني خلينا نقول ذات أهمية في موضوع حماية النظام واستمراره في سوريا، ولكن طالما بشار الأسد هو ظاهر ويمارس عمله في موقعه كما يجب فماهر الأسد هو غائب. فظهور ماهر الأسد يدل أن هناك ضعف أصاب موقع بشار الأسد في حكم سوريا. يعني أنا ما فيني أفهم الخطوة غير بهذا الاتجاه. هلأ إذا أخذنا هذه العوامل مجتمعة منشوف أنه من حقنا اليوم نثير نحن تساؤلات وعلامات استفهام حول موقع مرة تانية بشار الأسد كرئيس للدولة كصاحب قرار في سوريا. وهذه الأسئلة الحقيقة بحاجة لإجابات عاجلة، يجب على النظام والرئيس الأسد نفسه أن يقوم بالإجابة عليها، وإلا راح يعني تزيد موضوع الشائعات والتكهنات وربما تصبح هذه التكهنات حقيقة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.